إننا نعيش في مرحلة صعبة في تاريخ العالم، ولكننا ندرك تماما أنها مرحلة ستمر وتمضي رغم قسوتها ومرارتها وصعوبتها. وبدأت مرحلة مختلفة في حياتنا، دفعتنا لتجارب وتحديات جديدة، ورجعنا تدريجيا لحياتنا، لكن رجعنا بفكر مختلف، رجعنا بأولويات حياتية مختلفة، رجعنا بسلوك مختلف، صرنا نعرف قيمة الأشياء البسيطة في حياتنا، واستشعرنا معنى العفو والعافية، وما نهمل فحوصاتنا ونأجلها لأي أسباب في المستقبل.